من جيت تزور؟ والدتي. والدي الله يرحمه. يرحم والديك ويبارك عمرك. وقت توفاك الله يرحمه. والله من 96. كل عيد تجي؟ طبعا اجي كل العيد، انا اكيد واحد يحتاج الدعوه والرحمه. الوالدين؟ اثنين متوفين الله يرحمهم ويرحم والديك، ما يتعوضون الوالدين بس اللي فقدهم. يعني انت تتمنى عايش حتى تخدمهم؟ طبعا ما يتعوضون. والله زين سوينا هاي التبليطات شويه قمنا ندل ولا قبل اليوم يعني ما صعبه ندل. وسع لي حد الان يعني ادور يلا الاقي القبر. اذا يزرعها يراد له عنايه، واحنا خدماتنا شويه تعبانه. بالبدايه كلها كنا شعلوها وانا جايين داق الشوك. يعني المفروض هاي كلها منظفه. والله هاي كل عيد نجي نزور اخوي او عندي شهيد غادي منتسب ووالدتي. والله نوبات نوزع هنا نوبات غادي يعني بالبيت. وحدك جاي وعائلتك يعني؟ والله انا واخوي. دائما كل عيد؟ كل عيد انا واخوي واهلي نجي. بس انا اقول لك اول يوم عيد ازدحام، فاحنا نجي ثاني يوم العيد على مود هم الازدحامات والفجينا ثاني يوم. والله اراد له تنظيف، اراد له يعني تعبانه. الله تعبانه المقبره، اراد له. كنا كل ما نجي احنا ننظفها. والله والدتي واخويا الشهيد وابويا زياره هاي كل عيد لازم نجي له. اي يعني لازم تجي زياره هاي كل عيد، نحن تعفاداتنا كل عيد نجي. بيتكم قريب على المكان؟ والله بالايسر بيتنا. بالايسر؟ اي بالايسر. تجون على هاي المنطقه؟ اي لازم نجي. يعني عندكم مثلا قاع هنا؟ اي قاعدنا نحن قاعد يعني المختصه مال اي مال اهلنا. لازم نجي كل بالاعياد والهاي كل المره قبل فتره نجي. اول يوم ما جيت البارحه؟ لا كان ازدحام، تعرف اول يوم فالعالم كلها تطلع ازدحام، هنا ما تقدر تجي تفوت لي جوه. والله المقبره تعبانه، كانه تنظيف ماكو، هاي الامور كلها ما يعني مهموله، كانه شيء متروك. يراد لها اعتناء، يراد لها ترتيب، يراد لها تنظيف، هاي الامور كلها. مقبره كبيره لازم يراد لها ترتيب، يراد لها فد منظر غير هذا الشيء، عرفتوا شلون؟ اي هذا الترتيب كله احنا بدينا نرتبه. كل ما نجي احنا نرتب ننظف بدينا.